طب نتكلم على جزء مهم جدا وحضرتك كنت عايز تتكلم عليه بجزء تفصيل شويه، المنتخب الاولمبي والانجاز التاريخي اللي عمله بالفوز، اول منتخب مصري يفوز على منتخب برازيلي في جميع الاعمار السنيه، بدايه من منتخب شباب اولمبي منتخب اول، فانجاز اعتقد يستحق الواحد يتكلم عليه ويكبره ونتكلم فيه من النادي الاهلي، من لعيبه النادي الاهلي المعارين جوه النادي الاهلي، نتكلم عليه اجماليا طبعا. رؤيتك ايه لهذه المباراه؟ ونتكلم على تالق لاعبي النادي الاهلي الراجعين من الاعاره، اكرم توفيق، صلاح، محسن، ناصر، ماهر. من بقول لحضرتك نقطه من اول السطر امبارح يمكن مدي حاله من الاريحيه وامل كبير جدا ان احنا خلاص بدا عندنا ملامح منتخب اول ورافد اساسي من المنتخب الاولمبي، خلاص بقى في رابط من بتاع رغم ان المنتخب الاولمبي لعب وعنده سبع غيابات، سبع من عناصره مش موجودين، مزبوط. لكن ده كله يؤديك على انك انت خلاص بدات تحط رجلك وتعود مره اخرى للساحه بقوه. بقى هنا بقى محتاج بقى ايه؟ الجيل ده محتاج بقى اهتمام اكتر من كده. يعني انا نفسي مثلا عناصر تبقى محترفه بره، يعني كل ما الاحتراف بيعلم حاجات كتيره جدا، الالتزام، الانضباط، زياده المهارات، التجويد، العمل، التدريب، الشغل. انت امبارح قدمت مباراه على مدار مواجهتنا مع البرازيل، حتى لما جت زارونا هنا قعدوا لعبوا في القاهره ثلاث ماتشات فتره الستينات غلبنا برضه ثلاث، لعب مع محمد صلاح وفي لندن 2012 غلبنا وكان موجود فيها ابو تريكه ومش عارف مين، لعبناها في كاس العالم كاس قارات في جنوب افريقيا ولعبنا مباراه تاريخيه برضه طبعا على مستوى الاداء، برضه الفار بوظ علينا التعادل بتاعت احمد ماشي. لكن عاوز اقول لك النتيجه الابرز انه بقى في شكل يا كابتن، في قوام، في عندك لعيبه ومهمه جدا قدمت نفسها بشكل يعني من كل المجموعه اكثر من رائعه. المجموعه عناصر النادي الاهلي خبراتهم في اكرم توفيق، ناصر ماهر كل ما بيزيد، عمار حمدي حاجه يعني انا مش عاوز اقول مستغرب في تجديد، مش عاوز مستغرب في تجديد عرضه للاتحاد، ما اعرفش هل موسيماني اتفرج شافه ولا لا. احمد ياسر يعني. عندي علامه ودايره يعني انا يعني احمد يعني اعتقد يستحق انه يبقى موجود في الاهلي في الموسم الجاي. ما اعرفش وجهات النظر ايه، هل هو عشان القائمه مكتمله؟ هل هو لا نضج بصوره كبيره جدا؟ لاعب قدم مستوى، انا اعتقدت انه بعد ما قدم مستويات كبيره جدا في التصفيات المؤهله هنا في القاهره وكان لاعب راس مسجل هدف بطوله افريقيا للشباب مظبوط، كنت اعتقد انه خلاص انه مساله عودته للنادي الاهلي يعني مش عاوز احطه في مقارنات مع حد، لكن دي عناصر المفروض تبقى متواجده في التشكيل الاساسيه. خلاص انت المفروض عندك في تفكيرك واعتقد موسيماني في رؤيته كده انه خلاص هينزل بالسن خالص، محتاج مجموعات من الشباب من 21 و22 23 سنه لبناء مستقبل خمس ست سنين، ده بيتم من العناصر دي. احمد ياسر يستحق فرصه، ناصر ماهر يستحق فرصه، عمار حمدي يا صدر خلاص قرار، ربنا اتمنى له التوفيق ان شاء الله، هو بيحب اسكندريه وبيحب الاتحاد وله تجربه قبل كده وكان له تجربه مهمه جدا مع طلاع الجيش، من العناصر الكويسه. خلاص انا عارف انه ممكن النادي الاهلي وسياسته هو انه بيتقله اكتر بيديله فرصه، لكن في وقت اللاعب بيحس فيه عشان ما يفقدش الامل في انه ليه مكان يستحق انه يبقى موجود في المكان. فاعتقد انه من الحاجات المهمه جدا الملاحظ ان احنا في كمان بيكهام برضو بيكهام من طبعا من العناصر اللي هتنضم ان شاء الله وابن النادي الاهلي، صح اكتسب خبراته في دجله لكن عودته برضو للاهلي شيء مهم جدا، ده بيرسم لك المستقبل بقى. الناس دي خلاص ما ينفعش تطلع بره حضنك، المفروض دلوقتي تبقى موجوده في الدايره بتاعتك. اعتقد انه احمد ياسر هنا وبعيده مره ثانيه يستحق من المسؤولين في النادي الاهلي اعاده نظر، يستحق من لجنه التخطيط ان هم يبصوا عليه مره ثانيه، هيشوفوا لعيب كبير جدا هيزيد لما ينضم للاهلي صفوف. انت بص على خط الهجوم بتاعك، تحتاج لاعب شاب عنده روح، عنده اصرار، عنده عزيمه، عنده قوه انطلاق، يستطيع ان هو يقدم لك افضل من انك انت تجيب لاعب محترف. يعني موسيماني من خلال متابعتنا ليه من المدربين اللي هو عنده ميزه ان هو بيعرف في حته الذهب كده يلمعها برضه، يعني صنايعي بلغه الكوره.